دنيا جنة. لا أدري ما حالي أنا، احترت في أمري، لا أدري في جسدي دم أم حنظل يجري. من لي من لي بمرآة أرى فيها ابتسامة وجهي، من لي من لي بمرآة أرى فيها ابتسامة وجهي. كل المرايا كل المرايا تظهر الدمعة من قهري. تدعي لا روح لك إلا معي، وأراك تهوى دمعي والضحك في شفتي. من لي من لي بمرآة أرى فيها ابتسامة وجهي. كل المرايا كل المرايا تظهر الدمعة من قهري. لا تحتضر يا حلمي الغافي على الشرفات، أطلقني من سردابي حررني ولو لحظات. لا تحتضر يا حلمي الغافي على الشرفات، أطلقني من سردابي حررني ولو لحظات. أطلقني طيرا قد تفلت من يد فوق حقول الحب والبسمات. لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري ما حالي أنا، احترت في أمري. كنا نحلم كتير أنا وإنعام إنه يصير عنا أولاد. بقيت تقرأ كتب سنين طويلة عن رعاية الأطفال وتربيتهم، بس من غير فايدة، ما إجانا أولاد. رفضت تتركني، بالعكس لما قلت لها إنه أنا ما بدي ضميري يعذبني إنه ما قدرنا نجيب أولاد، قالت لا، مسكت فيني أكتر. اللي بيسمعك بيقول إنه أنتوا أخدين بعض عن حب. أنا وإنعام متزوجين عن حب. عن جد؟ ليش متفاجأة؟ أنا وإنعام نعرف بعض من لما كنا طلاب بالجامعة. بتعرف أستاذ، أنا كنت أحترمك كتير، بس هلأ بحبك وبحترمك أكتر، مو بس أنت، زوجتك كمان، مع أنه ما فينا نقول أنه أنا صرت بعرفها منيح. أنا حابة زورها اليوم، ممكن؟ لك خلص اختي بقى، بحاجة ترتقى، شيل هالمقص من ايدك والله بخوف. بس هالمقص يلي بخوف؟ طب شيلي من ايدك بقى، كل ما عم شوفه عم تذكر اللي صار. اذا انت هالمقص عم يذكرك باللي صار، انا شو قوم؟ والله جعبالي غصة قلبي واخلص من كل هالسيرة. هيدي الشر عنك.
خلص اختي طولي بالك شيلي. سلامتك. شو مانك ماشي؟ شي 10 دقايق بدي اخلص هاي المعامله بعدين امشي. اذا بتحب بضل معك. مشان ايه؟ مشان تسليني. خاطرك جيهان. باي مع السلامه. الله معك. باي باي. مع السلامه. روح سلي الحبايب حبيبي روح. يا لطيف لسانك شو طويل انت خاطرك. مع السلامه. هلا بدك تقنعني انه بتروح مع رفقاتك بس منشان تحكوا بالعلم؟ يا ماما انا ما قلت لك هيك، حتى لما بصير الحديث فيه ضحك ومزح، جلال ما بيعرف يشارك. طيب يا ابني بين فترة والتانية طلع انت وياه لحالكم. لك مو هي مشكلته لجلال، انا بعرف شو مشكلته اخي وبعرفه. شو مشكلته؟ مشكلته لجلال انه ما عنده رفقات بنات، او بالاحرى ما تهيئت له الظروف يكون عنده رفقات بنات. اصحك تفكري يا ماما انه جلال عم يدور على رفيق. جلال عم يدور على رفيقة. عم تفهمي علي؟ تفضل هاي المعاملة جاهزة. يا عيني عليك. ايه هذا هو الشغل. اسمح لنا بحصتنا. ايه بس انا لسه زلمي ما قبضني، شلون بدي اقبض؟ شو هالحكي ها؟ هاي المعاملة جاهزة. قبضك ما قبضك أنا ما دخلني، ناولنا 50,000 ليرة. صار جهاد بيك، تؤمر أمر. تفضل يا سيدي، وهي 40,000 بنطلع خالصين. وليش 40,000 وخالصين؟ شو نسيان إنك مستأجر من عندي سيارة صار لها 10 أيام؟ إيه بس أنت قلت لي خد السيارة وعلى حسابك. إيه خدها يومين ثلاثة بس مو 10. ها إيوه. وهلا شو؟ لسه بدك سيارة ولا لا؟ هي أجارة باليوم 1200 ليرة، وأي شيء بيصير عليها أنت مسؤول عنه. ها؟ شو قلت؟ إيه لا خليها عندك، وبعدين بشوف شو بيصير. بدك شيء؟ مر لعندي بكرة في شغلة جديدة. سلام. الله معك. لك وين رايح بلاش؟ مين المشرف أو المشرفة اللي عينوكم إياها مشان تساعدكم؟ عينوا لنا شب. وهو ما قصر معنا بس بيته بعيد، يوم بيقدر يجي ويوم لا، شايف الأحوال. طيب أنا رح شوف رئيسة القسم وأحكي معها. تكرم عينك. عليه العافية. الله يعافيك. عفوا دكتور، يعطيك العافية. أنا يعافيكي. ممكن سؤال إذا بتريد؟ أهلا وسهلا تفضلي. غطاتك هي ما مستنظفة أبداً، ليكون حابب لك شي وحدة. إيه؟ أنا حابب وولهان ودايب، بس الأمر مقابلي تقلق. إيه روح سمع هالمواويل لوحدة غيري بجوز تصدقك. يا الله، أنا هيك دائماً حظي قليل مع النسوان. إذا هيك دائماً حظك معناها لقلة فيك؟ إيه؟ بدل ما تواسيني بكلمة حلوة، بلمسة، بوس. خلص، بعرف لوين بدك توصل. ولا ما يجي يوم وأوصل. عم تحلم يا ستي. خليني أحلم أحلام حلوة أحسن من هالكوابيس اللي عم نشوفها بالليل على صوت الانفجارات والرصاص. يا لطيف ما أطول لسانك. عم شو هالقصة هي؟ أنت بتقلي لي لسانك طويل، والأستاذ وائل بيقول لي لسانك طويل، مشان هيك أنا رح أعمل إضراب عن الحكي لحتى تغيروا رأيكم. ليش أنت بتقدر تبطل تحكي؟ ما أنت رسمالك لسانك. وحياتك رح يصير رسمالي مال ما بتاكله النيران. بكل تأكيد أنا معك، بس بختلف معك بالأسلوب. طيب عمي، يعني أنت برأيك أنه نحن كان لازم نأجل هذا الحديث لبعد الزواج مثلاً؟ لا أبداً، بالعكس لازم تكون صريح من البداية. إيه بس يعني برأيي أنك ما تعمل من الإعجاب شرط للزواج.
يعني كنت بتوقع انك تحبي برقاب الحجاب. طيب كيف؟ كيف؟ من خلال خلق المحبة والاطمئنان لك كزوج المستقبل بالدرجة الأولى، وبعدين منحكي بالحجاب. يا ابني يا حبيبي، المرأة مخلوق عاطفي حساس، يعني وقت اللي بتحب بصير ما في أسهل من التعامل معها. عمي أنا بعتقد أنه صراحتي ووضوحي مع رؤى لازم تخليها تزيد ثقتها فيني وتقربنا من بعض أكثر. صحيح، بس بالحسنى والكلمة الطيبة كل هذا الشيء بيصير. ابني لا تهدي من تحب، إن الله يهدي من يشاء. ونعم بالله. كيف شفتوا؟ راجع عن موضوع الحجاب، يعني رح توافقي؟ بدي أعطيه فرصة، بركي طلع منيح. لهالدرجة العنوسة بتخوف؟ بتعرفي؟ خايفة كتير على نسرين وزعلانة عليها. لك صحيح، ليه نسرين ما بتحكي بهالموضوع أبداً؟ وإذا حدا جاب سيرته بتلاقيها بتنقذ ومدري شو بيصير له. لأنه أنا خايفة يصير فيني مثله، حابة أعطي فرصة لوسام. معناها العنوسة عن جد كتير بتخوف. إيه كتير، بس ما في وحدة بتختارها بإيدها. هالعجقة بالشام صارت بتقتل قتل. بتعرفي ماما، أنا بنبسط لما توصلين على المدرسة. ليش بقى؟ شام شوفك أكتر، شام حسك عم تهتمي فيني أكتر. ليش أنا ما بهتم فيك؟ بلا بتهتمي فيني، بس بصاحبك أكتر. صاحبي؟ من وين جايبة هاي الكلمة رائد؟ لبقى تعيدها كتير عيب. أنو كلمة؟ كلمة صاحبي، عيب كتير هاي الكلمة. اسمه صديقي ما اسمه صاحبي. أنا شلي دخل؟ لا عم تعيط علي. هيك سمعت جوز خالتي عم يحكي لخالتي. يخرب بيته شو واطي. مين جوز خالتي؟ ما دخلك. طيب ليش حابس حالك بغرفتك؟ ما بدك تروح على المعمل؟ حابب ابقى اليوم بالبيت. يا ابني خلاص، يلي صار صار، كلياتنا منغلط، بس المهم انه نتعلم من غلطنا. بصراحة خايف شوف البابا، خجلان منه. لازم تشوف البابا وتعتذر منه كمان. ايه مالي عين شوفه، كيف بدي اعتذر منه؟ حبيبي مهما الواحد غلط ما له غير امه وابوه، اهله هن اللي بيتحملوه. يلا ماما رح سخن لك كاسة حليب لبين ما تغير ثيابك. يلا حليب. صح النوم؟ لين صباح الخير. شو وين كنتي؟ كنت عم وصل رائد على المدرسة. ما اجى الباص اخده؟ بلا، بس انا ما شفته امبارح منيح، فقلت بشوفه اليوم اكثر. شو خرز الشاي عندك؟ عملت نسكافيه؟ صحة وهنا. على قلبك. ما بدك تحكي لي شباك؟ قلت لك امبارح ما في شيء. يا لطيف شو بتعقد الامور؟ يعني بدي ضل عم صر عليك ولح لحتى تحكي لي؟ ابني جلال امبارح ماسكينه بقضية دعارة. يعني هي الحالة بتضحك وبتخجل، بس أنا بشوفها طبيعية لشاب بعمره. طبيعية؟ أي طبيعية، يعني شاب بعمره عنده هالطاقات وهالحاجات شو يعمل بحاله؟ يتجوز. أنا قادر جوزه من بكرة. يتزوج بهالعمر؟ كتير صغير على الزواج، يعني هاد لسه ما شاف شي من الدنيا. بكرة بس يتزوج ببلش يشوف الدنيا وبتبلش تبدأ المشاكل مع مرته. يصير اللي بده يصير، المهم ما يروح على هيك بيوت. بعرف، ومشاكل هاي البيوت كتيرة، أمراض وجريمة و... طالما بتعرفي ليش عم تقوليلي إنه شيء طبيعي؟ طيب يعني أعطيني حل لهيك شاب بهالعمر غير الزواج. ما بعرف صدقيني ما بعرف، بس المهم ما توصل معه لهيك بيوت منحطة وتافهة مثل هاي. طيب تسمح لي أسألك سؤال، بس بدك تجاوبني عليه بصراحة.
أنا قايم البس وامشي. تأخرت. شفت؟ يعني حتى أنت مريت بهيك قصة بشبابك؟ يعني لو كان عند ابنك علاقة مثل علاقتي أنا وياك، شو بتكون ردة فعلك؟ موافق، بس تكون علاقة تناسب عمره، هلأ لساته ولد. يا سيدي، هو رح يبقى كل عمره بالنسبة لك ولد. أنت حكيك هلأ أمه ما حكته. لأنه أمه مثلك، ما بدها ابنه يغلط. أيوة، أنت دور مين عم تلعبي؟ أنا ما عم بلعب دور حدا ابنه، أنا بس ما بدي إياك تكبر الأمور أكثر من حجمه. لك أنا عم بقول لك ابني مسك بقضية دعارة عم تقولي شغلة بسيطة؟ معناتها المشكلة عندي، أنا اللي دقة قديمة. يا ربي. أستاذ جهاد؟ مريني. بصراحة هيك خجلانة منك وحاسة حالي لبكتك بشغلي. خايف جاوبك تقولي عم يتغزل فيني. أستاذ وائل؟ حاضر عم سلسلين. يا ريت تمشي لي هالمعاملة، مستعجلة شوي. هاي المعاملة خالصة من عندي، بدها توقيع أستاذ جهاد. ايه ماشي، نص ساعة بكون عندك أنا. عم سنسرين بس يعني حضرتك ما عم تتعاملي مع جهاد بشكل مباشر، فهو عم يستغل هاي الحالة مشان يزعجك لأنه معتبر تصرفك إساءة لإله. بس هذا الشيء عم يأثر على معاملات الناس. مزبوط، الله يسعدك يا رب. مشان هيك يعني الموضوع بده بس هيك شوية مرونة منك. يعني حضرتك عدم المؤاخذة لو يعني تتعاملي معه بشكل مباشر مو عن طريقي. من وقت ما فات جهاد على الديوان وفي مشاكل مثل كل دائرة كان فيها. شفتي هاي المعاملة ناقصة شيء؟ لا لا خالص. نسرين، أنا ما عاد فيني أترك ماما بالبيت أكثر من هيك لحالها. روحي، ليش واقفة؟ بدك أكتب لك إجازة؟ ليش؟ بلا إجازة بلا بطيخ، هي الأخ جهاد فايت طالع على كيفه وما حدا عم يحكي معه. نسرين، هدي هدي من شانه. بدي افهم على شو معجبين فيه. شو هالحكي نسرين، انا مالي معجبه بحدا، انا عم بحكي هيك من شانه. سلام. الوقت رح يصير يمرق علي اطول وانا قاعده بالتخت. حبيبتي طيب اقري، انت بتقدري تقري بهالايام؟ اذا بدي اقرا كتب الصحه والتغذيه كون عم بكسب حالي. لا لا، في شغلات كتير تانية انت بتحبيها، يعني روايات وشعر. شعر؟ الشعر بده حلو وانا هلا. طيب جيب شي حدا يقعد معك بغيابي. حبيبتي انا بكرة لما تصيري بتقدري تطلعي من البيت روحي على دار الايتام شوي، يعني ولو باليوم ساعتين. وسام، انت ليش بدك يعني اتحجب؟ لانه ببساطه رب العالمين هو اللي امرنا بهذا الشيء. بس رب العالمين امرنا بشغلات كتير كمان ونحن ما عم نساويها. صح، نحن بنعمل اللي علينا والباقي بنكمله على حسب ما بنقدر. انا بدي اياك تعرف انه ما عندي مشكله مع الحجاب، يلي بخاف منه انه تتطور الحاله لدرجه انك تطلب مني فيها القعده بالبيت. رؤى لا تكملي مشان الله، انت بتعرفي انه انا مو مع التطرف، وبعدين انا بعرف كثير منيح انه الدين يسر، يعني انا برفض ما توصل القصه لمرحله الانطلاق والتعصب. تعرف بابا دائما بيقول لي انه رب العالمين ذكر الرحمه بالقران ضعف ما ذكر العقاب. طبعا بعرف. رؤى انا سبق وقلت لك انه الحجاب هو شرط زواجنا، بس هلا انا بدي اتراجع عن هذا الحكي، رح اترك هذا القرار لك. بس بدي لك شغله، انه اذا بتتحجبي كثير رح تكبري بعيني. كلنا كنا شباب ومرينا بهيك مرحلة، بس كان عنا إرادة وبنعرف الصح من الغلط. روح على شغلك وانتبه لتصرفاتك
مو عائلتنا اللي بتتبهدل هيك بهدلة. أنا آسف مرة تانية. حصل خير. بتساوي اللي قلت لك عليه لا زيادة ولا نقصان، فهمت؟ مشي معلم، فهمت. وخلقتك ما بدي أشوفها لحتى أنا أتصل فيك، مفهوم؟ بأمرك. وهي الفليرة. إيه بس ما بتكفي هاي القصة. لا 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 بس لي بتكفي وزيادة روم خلقتي يلا. تكرم معلم. الله معك. على شغلة. هاتي لشو؟ أنا اتطوعت بجمعية لرعاية الأطفال المصابين بالسرطان. برافو. ماما، هي الشغلة ما تعبي لأعصابك ورح بتأثر على نفسيتك. ليش؟ يعني هدول الأطفال اللي عم يعانوا بسبب هالمرض ما بيستاهلوا مننا نعاني معهم ولو شوي صغيرة؟ بابا، من وقت ما قلت لي إنه الأسرة هي مشروع مهم كتير بس ممكن ما تكون أهم شيء بحياتي وأنا عم دور على طريق لاقي حالي فيه، هذا هو الطريق اللي لقيته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم لعباده. بابا، بدون تردد لازم تتطوعي. تفضلي. يسلم. الله يسلمك. بديش قلت له للزبون هي المعاملة اخت اللي قبلها فقلت له 100. ماشي الحال. كم يوم بدك؟ حتى يصير. كمان ما فينا كل يوم نعمل معاملة بعدين تنكشف القصة. خاطرك مهونة. أهلين إيما، ما حسيت عليك لما أجيتي؟ ليش فتي على غرفتي؟ اسمعي لقلك، البيت كله إلك، ساوي اللي بدك إياه فيه، إن شاء الله تقلبي فرقانة تحتاني، بس غرفتي لا ترجع عليها. إيه؟ شو بها؟ ما فيها شيء. ما بدك حدا يقرب عليها بس بتحكيها بلطف تهذيب وأسعاد عزلت لك إياها كان قصدها تخدمك فما تيجي تلتقمي عليها. أنا آسفة. وأنا آسفة كمان بس هاي الغرفة غرفة المرحومة. ما كنت بعرف. الله يرحمه. شو بدي لك عن جد انا جوازتك الرابعه؟ ايه ليش مستغرب؟ ما بعرف. وكل الرجال اللي تجوزتيهم ظلموكي طلعوا عاطلين؟ ايه عاطلين. اول واحد كانت ايده طويله. لعمة طلع حرامي يعني؟ لا شو حرامي انت الثاني؟ كان يصبحني بقتله ويمسيني بقتله. الثاني صار يجيب لي صاحباته على البيت. الثالث بقى
هو اللي عرفني على الكباري. ما في كم شهر وراح هرب مع وحدة مغربية، سحرته. الله عليك واكرم. وانت الرابع، لنشوف شو رح يطلع منك. جملت فيني على طقم مرتب. طقم مرتبة صداقة؟ ما عاد في شيء اسمه صداقة. لكن شو بتسمي علاقتنا؟ صداقة. عم تتمثلي؟ بتعرف قديش أنا مرة مرغوبة صداقتها؟ إيه لا، طولي بالك ست أمل، طولي بالك علينا، هذا اسمه غرور. لا، هي حقيقة. بتعرف ليش؟ لأنك حلوة ومعك مصاري؟ هدول السببين رقم اثنين. وشو السبب رقم واحد؟ لأني مطلقة، والكل بيفكر إنه المطلقة هدف سهل الواحد يصله. هي حقيقة. بس حقيقة مرة لكل مطلقة، وما بعرف كيف ممكن الوحدة تتخلص منها. تتخلصي من الصورة ولا الحاجات الموجودة جواتها؟ من الاثنين سوا. عم تحكي حكي مستحيل يصير. قوموا البسوا، بدنا نطلع نتعشى بشي مطعم. شو بكون؟ كأني فجرت قنبلة؟ لا بس ما في بالعادة، يعني أنت ما بتطلعي من البيت إلا لسبب قاهر. هذا الحكي من زمان، نحن عائلة وبدنا نعيش حياتنا. ايه وبابا؟ شو بو؟ طالعة أنا وولادي نتعشى، وين المشكلة؟ ولا إلكم؟ شو رأيكم نقله يجي يتعشى معنا؟ ايه بس بيوافق؟ منجرب، بس مين بده يحكي معه؟ أنا بحكي مع السيد الوزير. أنتوا قوموا جهزوا حالكم. سلوان اتصل لي فيه من موبايلك. تعرفي ماما بدي هديكي موبايل، يعني مو معقولة وحدة مثلك ما معها موبايل. عميرين موبايل بيد أمك، حركة تمرد غير مسبوقة. ألو، أنا هيفاء. خير في شي؟ لا ما في شي، لا تشغل بالك. لكن ليش ما اتصلي؟ حابة اطلع انا والولاد نتعشى، شو رايك تجي معنا؟ ماما مو هيك خدي اذنه. من بعد اذنك يعني. الو ابو سلوان. عم بسمعك. لا روحوا انتو، انا مشغول. الله معك. خير شو في؟ ما في شي. قال هيفا بدها تطلعي ولادي تعشوا بشي مطعم، بدهن ياه يروح معهم. ايه شو فيها؟ ليش ما رحت؟ وين بدي روح؟ ما في بالعاده لا نطلع ولا نفوت، خاصه هيفا. بالاسبوعين ثلاثه لا تطلع لبيت اهلها مره واحده او هن بيجوا بيزوروها. بعدين شو هالطلعة هلا؟ وبهالظروف؟ ما رح حبت هي وزوجها وولادها يطلعوا على مطعم، بالعكس هي شغله حلوه. لك فعلا انت غريبه لك نربين. ليه؟ يعني لو كنت زوجتي هيك كان رح يكون حماسك لضرتك؟ إذا قلت لك إيه بتستغرب؟ طبعاً بستغرب. طيب أولاً لا تستغرب، ثانياً هيفا بحياتها ما رح تصير ضرتي. أيوة، يعني هلأ إذا أنا عرضت عليك الزواج ترفضي؟ أنا ما قلت هيك، بس يعني ما بتخيل حالي ضرة لحدا. أنا غلطت اللي خليته نروحه. هاي المرأة فعلاً ما رح تمر على خير، ما رح تعود عقلي. أحمد، بدي أسألك سؤال. هلأ إذا أنا تزوجتك هيك بدك تتعامل معي؟ هاي 15,000. شكراً. مرسي. شكراً. كأني ما كنت عايشة بهالبلد. شو الناس ما عادوا تعشوا ببيوتهم؟
لا وشرطك لما بتطلعي على الشارع ما بتسمعي غير صوت التفجيرات. ايه بس اكيد الوضع ما عاد مثل الاول، يعني هلا بالكثير الساعه 10 بتلاقي المحل فاضي. شفتي يا امي، انت اللي حابسه حالك مو ابي اللي حابسك. لا لا مو صحيح، انتو كنتوا صغار. اذا زوجي ما طلعني مشاوير انا فيني اطلع لحالي؟ امي كثير من النسوان بتطلع وبتسهر لحالها ومو ناطره زواجها لحتى تطالعها. وقتها اذا ابوكن علق مشنقتي ما بكون زعلانه، كانه بيكون معه حق. ليش بيكون معه حق ماما؟ كيف ممكن وحده تقبل على حالها انها تطلع تسهر لنص الليل بدون زوجها او بدون ولادها؟ ماما هذا الحكي كثير موضه قديمه، بتشوفيه بس بالمسلسلات الشاميه على فكره. لا لا ابدا مو موضه قديمه. الادب والاخلاق ما بيتغيروا، ما بيتغيروا ابدا. الوحدة من حقها انها تطلع وتفوت، ايه بس مو لحالها، مع عائلتها وضمن حدود. غير هيك لا. شو ماما انت ليش ما عم تاكلي؟ ما بدي هلا اجل الرجيم للبيت. والله بتطلع على هالبنات كل وحده جسمها احلى من الثانيه، طب ليش انا مو هيك؟ بلا غلاظة 100 مرة صرت قايل لك مالك غير الرياضة. ها هي بابا. الو وينكم انتو؟ ما خلصتوا لهلا؟ لا لا ماني جاي. لا يلا ارجعوا لا تأخروا. ما حبيت هالحركة بنوم. ماما خلينا نمشي. يا الله طلعنا وطلعنا خلونا شوي. لا لا ماما بدنا نمشي بلا ما نزيدها. يلا متر لو سمحت. يلا يلا هانت هانت هانت. يلا بس استعجلي لك شوي. هي تاكسي تاكسي لك دقيقة. يلا يلا هانت هانت. وقفي وقفي وقفي. تاكسي تاكسي تاكسي. تعي 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 تاكسي تعي. يلا 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 ها هانت هانت. يلا طولي بالك. يلا يلا تعي دخيلك يا أخي ساعدنا. يلا 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 شوي شوي شوي. على مالك على مالك على مالك على مالك. أنا بمشفى شو ممكن ساعدكم؟ في حدا بتحبوا تتصلوا فيه؟ والله ما قلنا حدا. بتكون مرت اخي خطفوا جوزها وطلبوا منا فديه كبيره ونحن حق كل ما معنا. وقديش طلبوا؟ نزلوا لنا اياها لل 250 الف.
والله قرش ما معنا منه. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه وهلا شو ناويين تساووا؟ شو بدنا نساوي يعني؟ العمل بإيد رب العالمين، هو اللي بيساوي. لك أختي، معقول ما يكون في حدا تتصلوا فيه؟ مو معقول. خليها لربك يا أخي، نحن مهجرين من حمص، الله وكيلك ما قلنا حدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسرعة شوي يا أخي، الله يوفقك. يلا أختي، يلا 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 يلا، هاي وصلنا المستشفى. وصلنا وصلنا وصلنا، يلا ليك ليك. خلاص يلا يلا، هانت هانت، وصلنا وصلنا وصلنا. تعال الله يخليك، بس هيك ساعدني شوي. تعالي تعالي، يلا يلا انزلي. أوام 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 أوام، يلا يلا. خلي مهلك، خلي مهلك، الله يعينك الله يعينك الله يعينك. شو شو، الله يعينك الله يعينك. يلا يلا، لا تشيلي شيء، لا تشيلي شيء، خلاص خلاص خلاص، ما راح اخذ خلاص ولو. يلا الله يعينك، كثر خيرك، الله يوفقك، كثر خيرك. بعدين الكلب أربع دولية. ألو، كيفك سليم؟ فياتا؟ أنا آسف، بدي منك شغلة. ما بنكر المخلوق أحبابي، بس لسه عندي غصة. يا حاجتك بقى، بكفي عم ترجع على البيت تلاقيه مرتب والغدا جاهز. مزبوط، أنا المهم عندي إني اطمنت على أبوك، وبركي إجا نصيبي وقتها ما حدا بيوقف بوشي. مستعجل بدك تتجوزي؟ عيب؟ عيب إذا كنت بتمنى يكون عندي جوز ولاد؟ بالعكس، أحب الشيء. إن شاء الله يا رب. هيثم تقبرني. أنا المهم عندي هلا اطمن عليك، املي هالأفكار اللي بشعة من راسك، توكل على الله تقبرني. والله ماني متفائل، مو بإيدي. ما بعرف وين نوصل مع اللي عم بيصير بالبلد. شو بدك باللي عم بصير؟ عليك من بيتك وشغلك وبس، طنش توكل. قلتي لي طنش، بدك يعني طنش. لو القصة على طنش أو فيني طنش كانت الأمور محلولة. بس كل ما بسمع الأخبار بجي لأبكي. أخرتك ما ماشي على بطيء. يسعد لي الصباح. الله يوفقك ويحميك. الله يهدي الروح. يا رب. محسن، استناني رح اتوضى واجي اصلي معك. الحمد لله رب العالمين،
إن الله قادر على كل شيء. أخي أنا رايح مشوار وراجع. روح توضى وتعا صلي معنا ركعتين. ممكن تطلع من راسي بعد إذنك؟ أنا بحبك يا أخي. حبيبي وأنا بحبك الله يوفقك، بس إذا رح ضلت فوق راسي رح بطل حبك. يعطيك العافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا أريد منك فقط أجوبة سريعة جدا لو سمحت. الآن يعني هناك على ما يبدو عدم رغبة أمريكية في تشكيل حكومة انتقالية، لماذا برأيك؟ حتى أن هناك خلاف فرنسي أمريكي. صباح الخير. أعتقد أن هذه حجة تطرحها أطراف ائتلاف الدوحة لتفسير أو للتغطية على السبب الحقيقي للفشل في تشكيل الحكومة. الفشل في تشكيل الحكومة لأنهم تبلغوا من جبهة النصرة أنه في اليوم الذي تعلن فيه حكومة مؤقتة سوف تهاجم جبهة النصرة كل مواقع الجيش الحر وتضع يدها على كل الأراضي المسمات أنها تحت سيطرة المعارضة وتطرد رموز هذه المعارضة المدنية والسياسية. شو خطر لكم امبارح تروح تتعشوا برا؟ لأن إعلان حكومة مؤقتة تعتبره جبهة النصرة. كان ضايق خلقي وحبيت أطلع مع أولادي مشوار. هم ظنوا أنهم يستخدمون ما في بالعادة، لكن أعتقد أن التجربة رح يصير. تاري البلد صارت مليانة مطاعم، كل معباية ناس، ما في ولا طاولة. روحة المطاعم مو قلنا، بس يدي خلقك فيك تروحي لعند أهلك. أنا بدي شوف ناس غير الناس اللي وهذا اللي ما بيناسبني. شوفت الناس بهيك مطاعم ما بيجي منها غير وجع الراس. إيه بس أنا اتصلت فيك وحكيت معك وقلت لك إن احنا أنا تأخرت لازم غير. لو بكون محله مستحيل اقبل. يا بنتي وسام حالته على قدها، بعدين في عنا بالضيعة شباب مليانين. امي هلا انا بقول لك بدي اتجوز واحد يسفرني يورجيني الدنيا، وانت بتقلي لي اتجوز وارجع على الضيعه؟ هلا اذا في شيء منيح ليش لا. اوعك تفتحي هيك سيره خصوصي قدام ابي، واذا حدا حكى من شاني من عندك انهيه ما في نصيب. وبركي هالحدا راح دغري لعند ابوك وحكى معه نفس الشيء ما في نصيب. هلا كل هاد لانك مانك حابه ترجعي على الضيعه؟ كل هاد لاني حابه اعيش، ما حابه ارجع اندفن بالضيعه. امي ثلاث ارباع بنات الضيعه عندهم اكتئاب، وانا ما عندي استعداد اكون وحده منهم. لا أدري ما حالي أنا احترت في أمري، لا أدري في جسدي دم أم حنظل يجري. من لي من لي بمرآة أرى فيها ابتسامة وجهي، من لي من لي
اطلقني من سردابي حررني ولو لحظات لا تحتضر يا حلمي الغافي على الشرفات اطلقني من سردابي حررني